عندنا. احنا نتذكر مع بعض بس اللي اخذناه في هذا الموضوع. بدأنا احنا على حاجه اسمها المتتاليه، وقلنا الحد العام لها بنسميه او نرمز له بالرمز اي ان. خلاص ما فيش داعي للكلام يا بنات، بعدين خلاص ضب الورقه وخليكم معي. قلنا هذا عباره عن اي 1 اي 2 اي 3 اي ان الى اخره. زي ما اقول 1 على ان بتساوي ان شاء الله ان شاء الله معي قريبين ازداد لسه. طيب 1 1 2 1 على 3 الى 1 على ان، هذه بنسميها احنا متتاليه. تمام. الان في عندي حاجه اسمها المتسلسله. طبعا حكينا في الكلام هون لما اقول 1 على ان، وان من 1 لما لا نهايه بتساوي لنا ايش؟ 1 زائد نص زائد ثلث، تحولت بدل ما هي فاصلة لمتتاليات بصير جمع، عملية جمع، زائد 1 على ان زائد الى اخره. هذه بنسميها متسلسلة وهذه اسمها متتالية. بعد هيك اخذنا حاجة اسمها المتسلسلة الهندسية جيومتريك سيريز. قلنا المتسلسلة الهندسية طبعا جاي من متتالية هندسية، جاي من متتالية هندسية. المتتالية الهندسية اللي هي مش عارف اكيد مرت عليكم بالعربي، احنا حكينا الكلام ها، بيكون الحد الاول ايه الاساس ار، نضرب في ار، نضرب في ار اي ار تربيع اي ار تكعيب الى اي ار ان ناقص 1 الى اخره. ليش ناقص 1؟ لانه هنا اي ار اس 0، هذا الاول ار اس 0، الثاني ار اس 1، ثالث ار تربيع، يبقى اقلب 1. هذا بسميه الحد العام. الان لما اجيب متسلسله بتصير عمليه ايش؟ جمع، وبنكتب مجموع اي ار لان ناقص 1 وان من 1 الى ما لا نهايه، حط ان بواحد بصير صفر اي وهكذا. هذه بنسميها متسلسله هندسيه. المتسلسله الهندسيه يمكن ايجاد مجموع ان من الحدود، سميناها اس ان، موجود عندكم في الكتاب، ما بيلزمنيش كثير. المتسلسله هذه اذا كان من الممكن ايجاد مجموع حدودها الى ما لا نهايه، طبعا ايجاد المجموع لما نهايه يعني مجموعها الى ما لا نهايه بيطلع عدد حقيقي. المجموع بيعطيني عدد في الاخر. تمام، مجموعها بيطلع عدد، هذا العدد بنسميه اللي هي القيمه، بنقول عن المتسلسله نفسها كونفيرجنت، انها تتقارب الى قيمه معينه والمجموع بيساوي كذا. اذا المجموع بيكبر وما بتقاربش من عدد معين بنقول عنها دايفيرجنت. اخذنا الكونفيرجنت والدايفيرجنت، متقارب متباعد. سيبيكم من الكتاب الحين وبعدين نطلع، خليكم معي، خليكم موجود معكم الكتاب براحتكم. نقول كونفيرجنت ودايفيرجنت سيريز، يعني مثلا هذه المتسلسله دايفيرجنت صح، هذا المتسلسل دايفيرجنت يعني ايش؟ لا تقترب من عدد معين، مع انه الارقام هنا تصغر صح. بقول طب ليش هذا دايفيرجنت؟ بمعنى انها مجموع قيمها الى ما لا نهايه ممكن يصل ما لا نهايه. طب 1 زائد نص زائد ثلث زائد ربع يعني 1 برضه بتكشف لك انت 1 لما اضيف له نص واضيف له الثلث واضيف له الربع ماكسيموم، هذول ما كل مالهم بيصغر صح؟ الى ما قديش بيطلع مجموع؟ بقول خذ بالك عشان ما تحكموش بمجرد النظر. لو جبت انا متسلسله ثانيه عقبالها اخذت فيها الواحد والنص وبدل الثلث اخذت ربع وبعد الثلث طبعا ايش فيه؟ ربع زائد الحين الى اخره، طلعوا لي في هذه بس. الآن مين أكبر؟ مين أكبر؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ خلوكم معي يا بنات. اللي فوق أكبر. طيب إذا كانت من صغيرة دايفيرجنت
يعني بتروح لمن؟ فما بالك بالأكبر. هالحين ربع وربع، نص ونص، واحد واحد اثنين، يبقى هاي واحد زائد واحد. طيب بعد هيك ثلث ربع خمس سدس سبع ثمن تسع الى اخره، مضبوط. الان بعد هيك لو جيت كتبت زائد ثمن زائد ثمن زائد ثمن زائد ثمن، هاي 4 8، هاي كمان نص، مع ان هذول الارقام اصغر من اللي فوقهم، لسه انا ما وصلتش ال 8 صح. وبعدين بدي اجمع زائد 1 على 16 10 مرات مثلا. لو طب هاي صارت 1 وهي نص وهي نص وهي نص، كمان ثمن ممكن اقول اجمعها قديش؟ 8 مرات. الثمن 8 مرات بعطيني 1، يبقى هذه اقل من هذه، وكل ما لها 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 ما لا نهايه من المرات تروح لما لا نهايه. فاذا الصغير مجموعها ما لا نهايه فهذه حتكون ما لا نهايه، صح. طب هل انا كل متسلسل بدي اشوفها بدي اقعد احكم عليها زي هيك واقعد احلل؟ لا، ما بنعمل شيء. في عندنا اختبارات او تستات، تيست مزبوط. فاحنا اخذنا الدايركت كومباريزون تيست، اخذناه في سيكشن 87، الدايركت كومباريزون والليمت كومباريزون تيست، صح. احنا هناخد حاجه اسمها الانتجرال تيست، هناخد الانتجرال تيست مش 10 1 احنا خلصنا منه. انا بديش نبعد كتير، لسه ما قلت لكوش انا المتسلسل الهندسي ما خلصش عليها. هذه بيقارنوها في الانتجرال تيست بالتكامل من واحد لما لنهاية لواحد على اكس. هذه زي هذا لما احط ان من واحد الى ما لنهاية، هذه كونفيرج ولا دايفير؟ ده تكون دايفير لانه على البيرون، على البيرون صح؟ تكون هذه اللي اسمه انتجرال تيست، جاي معنا اخرى شوي بنذكره. اذا كانت هذه دايفيرجنت فهذه دايفيرجنت. طبعا هنا انا لو اخذت الاف اوف اكس اللي هي واحد على اكس، فاف اوف ان ايش حتساوي؟ الاكس اي عدد حقيقي، الان اعداد صحيحه موجبه، فالاف ان هنا هذا ايش بنسميه؟ اي ان لحد النوني. فاذا كانت الاف ان بتساوي الاي ان لكل ان اكبر او تساوي واحد، حطي اف الواحد طالي واحد، حطي ان بواحد واحد، حطي ان باثنين، حطي اكس باثنين او ان فبتساوي. فاذا كانت هذه بتساوي هذه على عدد معين فحكم هاد زي حكم هاد، وبالتالي بحكم على المتسلسل من خلال التكامل، بسموه انتجرال تيست. فانا بدل ما اقعد اجمع واقول بدي احط ربع وثلث وخمس، بطلع على هذا وبعملها باختبار، اختبار بقول لي هذه كونفيرجنت ولا دايفيرجنت. هاي أهمية التست اللي بنعملها إحنا أو الاختبارات اللي بنعملها على السيريز، نحكم عليها هل كونفيرجنت ولا دايفيرجنت. طب إذا كانت كونفيرجنت متى تكون؟ هل كونفيرجنت دائما ولا في شروط عليها؟ نرجع للمتسلسلة الهندسية، نرجع للمتسلسلة الهندسية. قلنا المتسلسلة الهندسية صورتها العامة A في R أس N ناقص واحد وN من واحد إلى ما النهاية، اللي قلنا بتساوي A زائد AR زائد AR تربيع زائد إلى زائد AR to the N minus 1 plus etc. الآن هذه كقاعدة المتسلسل الهندسي بتكون convergent converges if and only if absolute R أقل من 1، تمام؟ إذا كان الأساس تبعها اللي أنا بضرب فيه كل مرة أقل من واحد. إيش يعني أقل من واحد؟ يعني يقع ما بين السالب واحد وواحد، وأي عدد يقع بين الواحد والسالب واحد بنقول عنه كسر حقيقي، لأنه أكيد البسط يكون أقل من المقام، لأنه لو صار واحد صار البسط قد المقام، إذا أكبر من واحد صار البسط أكبر من المقام بالموجب أو بالسالب. هذا المتسلسل الهندسي بيكون كونفيرجنت إذا كانت الآر أقل من واحد، and diverges تكون متباعدة إذا كانت R أكبر أو تساوي الواحد. عند الواحد لو كانت R بواحد تكون A زائد A زائد A زائد A زائد A infinite times، مظبوط ولا لا؟ لما أجمع الA نفسها ما لنهاية من المرات حيطلع ما لنهاية divergent. ولو كانت A أكبر من واحد يعني الأرقام كل ما لها تكبر إلى ما لنهاية، ما دام تكبر يبقى بتقول لما لنهاية. عليكم. طيب إذا كانت هذه المتتالية أو المتسلسلة
كونفيرجنت. طب ايش مجموعها؟ بقولوا المجموع تبعها بيساوي اي على واحد ناقص ار. ايش الاي؟ هي الحد الاول. وايش الار؟ هي الاساس تبعها اللي بنضرب فيه. ناخذ مثال على هذا الكلام. مثلا لو قلت انا المتسلسلة واحد على اثنين أس أن، وأن من واحد إلى ما لا نهاية، لو فكناها هذه إيش هتعطيني؟ اثنين زائد ربع زائد ثمن، مظبوط؟ زائد إلى زائد واحد على اثنين أس أن زائد إلى. طب هل هذه متسلسلة هندسية ولا لا؟ نعم. بدي أعرف، بدي أقسم الحد على اللي قبله والحد على اللي قبله، هل بعطيني حاجة ثابتة ولا لا؟ بدي أشوف. ربع تقسيم نص يعني ربع في اثنين. طب تمن تقسيم ربع يعني ضرب أربعة نص ثابت. إذن هذه متسلسلة هندسية، عندي الـ A بتساوي نص والـ R برضو بتساوي نص and absolute الـ R أقل من واحد. إذن هذه convergent ومجموعها. إذن نقول المتسلسلة AN تبعتنا converge AN مجموعها اللي هي واحد على اثنين أس AN وAN من واحد لما لا نهاية بيساوي الـ A اللي هو الحد الأول نص على واحد ناقص نص بيطلع واحد. هذه مجموعها في الآخر بيطلع واحد. تمام؟ هذه متسلسلة هندسي. فالجيومتريك سيريز مهم كثير معنا، حتمر معنا كثير. الجيومتريك سيريز بتكون على هذا الشرط، اذا كان الاساس اقل من واحد القيمه المطلقه له سواء بالموجب او بالسالب. يعني انا ممكن اعطيك متسلسله وتكون هنا ممكن احط ناقص واحد اس ان كمان، يعني تصير عندي ناقص نص اس ان، هيك اعطيك الحد العام، تصير موجب سالب موجب سالب ما بتفرقش عندي. لو قسمت هذا على هذا بعطيني سالب نص، لو قسمت هذا على هذا سالب نص، فبرضه بزبط. المهم تكون القيمة المطلقة إيش؟ أقل من واحد. فالجيومتريك سيريز بتكون كونفيرجنت إذا كان إيش؟ هاي الشرط الوحيد اللي عندي. تمام؟ إذا كانت الآر أقل من واحد. طيب ما انتقلناش بعد هيك، ما خدناش ولا تست، عشرة واحد واثنين احنا أخذنا، مظبوط؟ أوكي. قاعدة لوبيتال أخذنا، وين إحنا كمان أخذنا نظرية عشرة، النظرية في سكشن عشرة واحد برضو، في نظرية قالت لنا هذا بتساعدنا في الحلول برضو. طبعا الاختبارات هذه كتبناها في النظريه موجوده عندنا، صح؟ صفحه اظني 78 10 1 10 1 اجي نشوف، لا مش 78 النظريه، ايوه هذول صفحه قديش؟ 85 ايوه. اوكي انا مش كثير مش مهمين، مش حل على المساله من غير اسئله، بس يعني احنا ناخذ النص. هي مثال، المثال تحت اخذناه على كل بند مثال مباشر عليها وخلاص، كل واحدة بند مباشر. طيب احنا بس بدنا نذكر في اللي اخذناه عشان نبدا في اللي بعده. هاي ثلاثة وهاي أربعة، أربعة الانفينيت سيريز هو اللي بحكي لنا على الجيومتريك سيريز اللي انا حكيته الآن، رقم أربعة. طيب the nth term test، the nth term test برضو في سكشن 10 2 ما علينا. ال nth term test في رقم 10 بغض النظر عن الصفحة، خلوكم معي بس. ال nth term test
بقول كالتالي: اف اي ان كونفيرس ذن اي ان جوز تو زيرو. ايش بقول؟ اذا طبعا هذه ان من واحد لما النهايه، لو ما كتبناهاش معناها من واحد لما النهايه. اذا كانت السيريز نفسها كونفيرس، اذا كانت كونفيرس فضروري الحد النوني لها يقول الى الصفر. ايش اللي اخذنا قال بشوي؟ احنا اخذنا اللي هي 1 على 2 اس ان، وان بتساوي من صفر من واحد لما النهايه، مزبوط؟ اخذنا وهذا اثبتنا انها كونفيرجنس، وبالتالي هندسيه او متسلسل هندسيه. طيب لو اخذنا الليمت للاي ان لما ان تقول لما لا نهايه، مش هو ليمت الواحد على 2 اس ان لما ان تقول لما لا نهايه؟ صح. ممكن هذه يا بنت، خلوكوا معي خلوكوا معي. الله يعافيك. هان الان تقول لما لا نهايه 2 اس ان او 2 اس ما لا نهايه، اطلع لما لا نهايه، صح؟ 2 تضرب في نفس ما لا نهايه من المره اطلع ما لا نهايه، فبيطلع لي هذا ايش؟ صفر. وبالتالي اذا كانت كونفيرجنت فنهايه الحد العام تقول الى الصفر. مش هان الاهميه، الاهميه في الكونترا بوزيتيف تبع النص النظري اللي هو المعاكس الايجابي. احنا اتفقنا انه بي امبلايز كيو تكافئ نيجيشن كيو امبلايز نيجيشن بي، صح؟ هذا اسمه المعاكس الايجابي، ودائما بضرب عليها المثال النظري اللي اخذناه في توجيهي، انه اذا كان الاقتران قابل للاشتقاق عند نقطه فهو متصل، وليس بالضروره اذا كان متصل يكون قابل للاشتقاق، صح؟ فاذا كان كونفيرج فالاي ان يقول للصفر، مش بالضروره اذا كان الاي ان يقول للصفر هي كونفيرجنت، صح؟ الان انا اعطيتكم مثال على هذه واتفقنا على انها دايفيرجنت، عشان هيك الامثله اخذناها عشان تساعدنا في الكلام هذا. هذه اتفقنا انها دايفيرجنت، مظبوط؟ مش قلنا واحد على اكس دي اكس على اختبار هذا والواحدات اللي الان لو اخذت الحد العام واخذت الليمت تبعه لما ان تقول لما لا نهايه، مش هو ليمت الواحد على ان وان تقول لما لا نهايه؟ هي يساوي صفر، هي الحد العام يقول لنا صفر، لكنها دايفيرجنت. ايش اللي بتقوله هان؟ اذا كانت كونفيرجنت فالحد العام ضروري يقول للصفر. طب العكس، اذا كان الاي ان لا يقول الى الصفر فهي دايفيرجنت. هاي الاهميه، انه اذا كان الحد العام لا يقول الى الصفر فهي دايفيرجنت. انا بقول لي اذا كونفيرجنت فالاي ان يقول للصفر. طب المعاكس الايجابي، اذا الاي ان لا يقول الى الصفر فهي دايفيرجنت. بمعنى لو جاب لي متسلسله وطلع الاي ان، الاي ان يا ستي وليش نقولها؟ اوكي، اذا الحد العام تبعها لا يقول للصفر، احنا في المسلسل الهندسي قالت للصفر واثبتنا الان، مظبوط؟ اذا كان الاي ان يقول الى نص، او الاي ان يقول الى واحد، او الاي ان يقول الى ناقص ربع، او الاي ان يقول لاي عدد، كل هذول السيريز تبعتها بتكون دايفيرجنت، لانه كل الارقام هذه مالها لا تساوي الصفر. كمثال على هذا الكلام، لو انت قال لي المتسلسله ان على 2 ان زائد 1 وان من 1 لما لا نهايه، هل هذه كونفيرجنت ولا دايفيرجنت؟ بدي اروح على الان تيرم تيست. ايش بدي؟ على الشمال هو المراوح بس. خلص. خلص. اوكي. اوكي. احفظ القاعدة خلص. كل الغرف تلاقي على الشمال هو المروحة. الان هل هذه كونفيرج ولا دايفيرج؟ بدي اروح على الانث تيرم تيست. بدي اخذ الاي ان. اذا يقول للصفر بقدرش احكم. ربما يقول، اذا كان يقول للصفر ربما تكون كونفيرجنت ربما تكون دايفيرجنت. لكن اذا كان لا تقول للصفر فمؤكد انها دايفيرجنت. فلو اخذت الليمت تبع ان على 2 ان زائد 1 لما ان تقول الى ما لا نهايه، انا بديش اقول لك استخدم لوبيتال، مشروح هذا الكلام في الملخص في شطر 10، انه ممكن استخدم لوبيتال على هذا، لان ما لا نهايه عمل نهايه بالتعويض المباشر، صح؟
لكن أنا بقول لكم على معلوماتكم في توجيهي تاعت زمان القاعدة، درجة البسط نفس درجة المقام. إيش تعطيني؟ معامل على معامل صح؟ بيطلع للنص. يبقى ليميت الـ AN لما N تقول لما لا نهاية بيساوي لا يساوي الصفر. إذن هذا دايفيرجنت مباشرة بحكم عليها إنها دايفيرجنت. هاي أهمية الـ Nth Term Test في الكونترا بوزيتيف، في المعاكس الإيجابي أكثر من النص نفسه. تمام؟ طيب adding or deleting terms دي اللي حكينا فيها برضو، هذه إضافة أو طرح حدود في متسلسلة، إضافة وطرح. كيف يعني؟ كيف يعني؟ خلوكم معي. لو كان عندي أنا متسلسلة AN وN بتساوي من واحد لما لا نهاية، لو بدنا نفكر إيش هنكتب؟ هذا على adding or deleting terms، يعني لو ضفت حدود لمتسلسلة أو طرحت. لو كانت المتسلسلة أصلاً convergent وشلت منها بعض الحدود حطلها convergent، لو أضفت لها بعض الحدود يعني بعض الأعداد حطلها convergent. تمام؟ إذا كانت divergent وشلت منها بعض الحدود حطلها divergent. الآن هذا الآن لو بدي أفكها حقول A1 زائد A2 زائد A3 زائد إلى زائد AK ناقص 1 زائد AK زائد إيش بعدها؟ AK زائد 1 زائد إلى آخره، صح ولا لا؟ شيك؟ مظبوط؟ وش الكي هذول؟ أي رقم، أي رقم، يعني أنا وقفت عند أي رقم AK زائد 1. طب اللي مسحت أنا هذول مش بقدر أحط A H مثلا و H بتساوي من K لما لا نهاية، صح؟ لو فكينا هذه ايش تعطيني؟ AK بعد هذا بيجي AK و AK زائد 1 إلى آخره. طيب الآن إذا هذه المتسلسلة convergent، إذا هذه convergent يا بنات ركزوا معي، أنا هيك كل شوية بطلع فيكم تلعب إياك الكتاب، ركزوا معي. نقول إذا هذه convergent فهذه convergent، لأنه هذه عبارة عن هذه convergent مضاف إليها بعض الحدود. لو كانت هذه divergent وضفت لها بعض الحدود حتضلها divergent. يبقى أنا هذه السيريز لو شلت منها بعض الحدود وقدرت أحكم عليها بقدر أقول عنها convergent أو divergent. هذا اللي بدي يقولنا إياه. adding or deleting terms كل هذا الكلام زي ما قلنا احنا بس مصطلحات، مش هنخ يعني مش هندخلها في اختبار ولا في غيره. adding or الري اندكسنج نسميه احنا، اللي هو لو كانت عندي اي ان وان من واحد الى ما لا نهايه، احيانا بيلزمني اجمع متسلسلتين اي ان زائد بي ان، هذه بتبدا من واحد لما لا نهايه وهذه بتبدا من صفر لما لا نهايه، بقدرش اجمعهم مع بعض اجي اقول هذه بتساوي مجموع مين مع مين، بقدرش اجمعهم. لازم يكون الدليل زي بعض، لازم يكون الدليل زي ما يكون عندي تكاملين، لو حدود التكامل متساويه بقدر ادمجهم بتكامل واحد، صح ولا لا؟ مزبوط، نفس المنطق هنا بده يكون زي بعض. فانا الان بدي اخلي هذه صفر او اخلي هذه واحد، ايش بنعمل؟ فهي اهميه الري اندكسنج. ري اندكسنج الاندكس لما اقول اكس واحد او اكس صفر او اي ان، هذا الرقم اللي تحت بسموه اندكس، الاندكس الدليل تبعه، وبالتالي هذول بنسميهم اندكس الدليل. فانا الان لو بدي اخلي هذه بدل واحد اخليها صفر، بدي اعمل مجموع ان بتساوي من صفر الى ما لا نهايه. ايه الواحد هنا لما من واحد لصفر جمعت ولا طرحت؟ طرحت واحد، بجمع واحد هان. اذا طرحنا هان بجمع هان، اذا جمعت هان بطرح هان. كيف يعني؟ انا هان طرحت واحد بجمع واحد، بدي اكتب ان زائد واحد، بدي افك هاد وافك هاد اشوف زي بعض فعلا ولا لا. حط ان بواحد ايش بده يصير؟ اي واحد زائد اي اثنين زائد اي ثلاثه زائد الى اخره. طب هان احط ان بصفر؟ اي واحد زائد اثنين زائد ايه ثلاثة زائد ايه. تمام؟ نفس الكلام.
لو أخذنا إحنا متسلسلة فيها أرقام، أرقام مثلا يكون عندي واحد على اثنين أس أن، ماشي هاي النص أس أن، مش هذا نص أس أن؟ ما الواحد بقدر أحط أس أن وأحط كلها أس نص، خليها الآن بدي أبدأها من اثنين، واحد على أبصر إيش مش عارف، أنا بدي أن تبدأ من اثنين، هانا طرح جمعت واحد حط راح أنا واحد تصير ناقص واحد. طب نفك هذه ونفك هذه نشوف معنى منظرهم زي بعض. حط أن بواحد هنقول إيش نص زائد واحد على اثنين تربيع صح زائد واحد على اثنين تكعيب زائد إلى آخره. نبدأ هان أول رقم عندي إيش اثنين ناقص واحد يبقى اثنين أس واحد. بعد اثنين ثلاثة، ثلاثة ناقص واحد تربيع زائد تمام. هي يبقى القاعدة بنقول هنا الري اندكسنج ممكن أنا أعدل الاندكس تبع السيجما أو الصميش. إذا جمعت واحد هان بطرح هان، إذا طرحت هان بجمع عشان أقدر أجمع. يعني لو أنا عندي متسلسلة بتبدأ باثنين واللي موجود عندي بالواحد بقدر أخليها تبدأ باثنين، بقدر أبديها بالصفر بقدر أخليها تبدأ بالصفر. هذا نهاية اللي هو 10-2. نروح لعشرة ثلاثة الانتيجرال تيست. 10-3 الانتيجرال تيست، هذا ما شرحناه مش قبل هيك، هذا الكلام متأكد اللي شرحناه، هذا أنا حكيته قبل هيك يعني قبل الامتحانات النصفية. هذا الكلام أنا قلته قبل هيك عشان هيك إحنا بنحاول نأخذه بسرعة. طيب 10-3 the integral test، the integral test اللي هو اختبار التكامل. أمر إلى الله، بدنا نطلع على الإقلام بعين الله. الانتيجرال تيست برضو هاي بدنا نركن عليه 10-3. للآخر أي فصل قصدك؟ 10 لا الآخر بدنا نشيله النصف. ناخذ الأولاني، الأولاني. طب ما في أسئلة بتموت، في أسئلة ومش ما رضناش نحطها. يعني أنا عرضت عليكم بعض الأفكار يعني ممكن تكون في أسئلة. طب من وين نلاقي حل هذه؟ ما إحنا بنشوف حاجات بسيطة نأخذ أفكار اللي تساعدنا. لابد ما تنسوش أنتم مش طلبة رياضيات، وهذه مادة متطلب عشان تساعدكم في مواد جاية لقدام، بس مش بدنا نعقدكم فيها، بدناش ندخل لكم الأسئلة يعني بس ليش أعطيك إياها؟ ليش؟ بنشوف كيف ربنا يسهل، ربنا يسهل. يعني كان كرة اثنين هذه كانت مع الدكتور إياد الهودي صراحة، قلت لكم خلص معي أنا، قلت خلص بدي أخذها بدي أدرس إحصاء وخلص أريح، ولا حضر ولا غير ولا لخص، لا بمسك كتاب ولا ورقة ولا حاجة. ما علينا، ما فهمتش إيش قلتي، ما انتكتي؟ ما علينا. انتجرال تيست. طيب الانتجرال تيست نظرية بكتبوها هيك ما بحب، ما علينا. بقول لتكن عندنا الـ AN sequence of positive terms حدودها ايش؟ موجبة. انت فتحين الكتاب عليها خلاص تمام، عشان انا بديش اقعد اكتب على اللوح. suppose that AN بتساوي FN، الـ AN زي ما عملت لكم المثال قلب شوية تساوي F of N، زي ما قلنا F of X مثلا تساوي واحد على X والـ AN بتساوي واحد على N. طبعا في السيريز دائما بناخذ الان اكبر او تساوي واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فهذا انا بناخذها اكس اكبر او تساوي الواحد. هذول التنتين بتساوي، يعني لو قلت الاف ان بتساوي واحد على ان، يبقى الاي ان صارت بتساوي الاف ان لكل ان اكبر او تساوي الواحد. تمام. suppose that اي ان تساوي اف ان where اف از كونتينيوس positive decreasing
كونتينيوس متصلة. طبعا الواحد على اكس احنا عارفين الرسمة تبعتها صح؟ الواحد على اكس هذه لما اكبر من واحد يبقى بدي اخذ من عند الواحد مثلا هاي الواحد والباقي بديش هي هاي المنطقة هذه بس. كونتينيوس مش كونتينيوس الى ما لا نهاية صح؟ وبكون محور السينات هوريزونتال اسيمتوت الى مظبوط ولا لا؟ المهم هذه الفانكشن احنا طبعا هذا مثال نطبق عليه النظرية حيث الاف كونتينيوس بوزيتيف يعني جميع حدودها موجبه لانه لما بتعوض بقيم موجبه حيطلع الجواب موجب كل حدودها موجبه اند ديكريزنج بمعنى متناقصه هيها متناقصه ولا لا متناقص ولو عملنا لماس بيطلع ظل الزاويه سالب متناقص صح عندنا اكثر من اختبار افرض انه هذه بتساوي هذه لكل اكس اكبر او تساوي ان تنتمي الى زد بوزيتيف فان الان بقول لي اذا تحقق هذا الكلام الاي ان والاف ان متساويات فان الاي ان وان من واحد لما لا نهايه والواحد لما لا نهايه لاف اوف اكس دي اكس التنتين الهن نفس الحكم التنتين الهن نفس الحكم بوث كونفيرجز اور بوث دايفيرج هاي الانتجرال تيست انا بندرس احنا الان في السيريز صح لكن انا بستعين بالانتجرال بالتكامل عشان احكم على السيريز بخبرتنا السابقه في سيكشن 8 7 بقدر احكم على التكامل انه كونفيرجنت ولا دايفيرجنت واخذنا عليه سؤال في الامتحان صح وبالتالي اذا قدرت احكم على الانتجرال بقدر احكم على السيريز هذا هو نص النظري فبقول لي بوث كونفيرج اور بوث دايفيرج كمثال الان هاي المثال الاول اللي نعمله في الملخص اللي قدامنا بقول لي شوف لي السيريز اللي قدامنا واحد على ان تربيع وان من واحد الى ما لا نهايه طيب هذا بقدر اجيب انا فانكشن الاف اوف اكس اللي بتساوي واحد على اكس تربيع وبدي اخذ اكس اكبر او تساوي واحد هل التكامل من واحد لما لا نهايه لواحد على اكس تربيع دي اكس كونفيرج ولا دايفيرج كونفيرج ليش على البي رول على البي رول على القاتل بي مظبوط لانه البي عندي باثنين انا اكبر من واحد اذا كانت هذه كونفيرج فهذا كونفيرج طب هل قبل ما احكي او انطق الحكم هل هذا بتحقق الشروط هذا الاقتران متصل على الفتره اللي اكبر من واحد لانه هذا رسمتها الواحد على اكس تربيع رسمتها زي هيك على الشقتين بس طبعا هان لما النهايه لما النهايه انا بدي من واحد الى ما النهايه هذه كونتينيوس وبوزيتيف وديكريزنج صح يبقى بقدر اطبق منها او استخدم الحكم عليها على الحكم على السيريز وبالتالي هذه بتكون كونفيرجنت باي انتجرال باختبار المشتق تمام هاي المقصود بالانتجرال تيست اللي بعدها بقول لي السيريز هذه واحد على ان وان من واحد لما لا نهايه كونفيرجنت دايفيرج لان بجيب فانكشن التكامل من واحد لما لا نهايه الى واحد على اكس دي اكس هذه مالها دايفيرجنت على البي رول ما دامها دايفيرجنت اذا هذه دايفيرجنت تمام هاي اختبار يبقى هيك احنا صرنا ماخذين كم اختبار هذا الكلام لسه احنا اخذنا اللي هو الانث تيرم تيست الحد النوني صح اخذنا احنا في 8 7 اخذنا هذاك للانتجرالز انا بحكي على السيريز على المتسلسلات هنرجع ناخذ نفس المسميات اللي هو الدايركت كومبارزون تيست والليمت كومبارزون تيست اخذناها في 8 7 حناخذهن على السيريز برضه نفس الكلام ان شاء الله فاحنا صرنا مخدين الانث تيرم تيست بمسك الحد النوني وبختبره اذا الليمت تبعه لا يساوي صفر دايفيرجنت فكينا اذا صفر بدور على اختبار ثاني لانه ربما تكون كونفيرجنت ربما تكون دايفيرجنت وهي الاختبار الثاني اللي هو الانتجرال تيست اللي هو اختبار التكامل طيب بعد هيك ايش في كمان اختبارات عندنا كومبارزون تيست اللي هو هذا في سيكشن 10 4
خلص خلصنا 10-3 هيك هاي اللي بناخذ احنا اللي بلزمنا بس ناخذ اسماء التستات اللي بنستخدمهن في سكشن 10-4 كويس الكومبارزون تيست نشوف نص النظريه برضو ايش بقول انا الان بده يتكلم لي على السيريز اي ان وسي ان ودي ان على فرض انه الاي ان اصغر من السي ان اكبر من الدي ان وكلهن موجبات او غير سالبات نون نيجاتيف تيرمز كل حدود هذه المتسلسلة كلها موجبة أو غير سالبة يعني ممكن يكون في أحد الحدود صفر ممكن يكون حد عادي هو ذكر هذا الأول صفر بنطنشه صح؟ آه يعني كلها حدود غير سالبة والأي أن أقل تقع ما بين السي أن والدي أن لكل أن لكل أن مثلا أكبر من عدد معين صحيح موجب الباقي مش مشكلة طبعا لو شلنا بعض الحدود من المتسلسلة بقدر أحكم عليها صح؟ يعني اللي قبل الأنها 1-2-3-4 مش مهم يكون يحقق هذا الشرط أنا بدي أدرس على الأن واللي بعدها لما لا نهاية بقدر أخذ الحكم عليها زي ما اتفقنا إنه deleting or adding ما بغيرش الحكم المهم الآن بقول لي هدول الثلاثة بهذه الصورة بدنا الكمبارزون تيست الكمبارزون تيست الآن اللي أخذناه في 8-7 اللي هي الكومبارزون تيست قلنا انه اذا كان الصغير دايفيرجنت فما بالنا بالكبير دايفيرجنت طب اذا الكبير كونفيرجنت فالصغير طب اذا الكبير دايفيرجنت بقدرش احكم على الصغير تمام نفس المنطق بدنا نحكيها الان انا بدي احكي على المتسلسلات اذا كانت الدي ان ايش بلزمني طبعا احنا حكمنا على الاي ان هذولا واحدة أكبر وواحدة أصغر أنا بدي أحكم على المتسلسل هذا اي ان وقت ايش يكون كونفيرجنت هذه كونفيرجز اف السي ان كونفيرج وبالتالي ممكن تلاقي النص يقول لك اذا كانت هذه كونفيرج فهذه كونفيرج مش مشكله هذه كونفيرج اذا كانت الكبير كونفيرج طيب هذه دايفيرج وقت ايش يبقى بنقول اف الدي ان دايفيرج ذن الاي ان دايفيرج صح هاي الكومبارزون تيست هاي الاختبار تبعنا صح مش هاي النص المكتوب هو هي. احنا على المفهوم تبعنا الكبير والصغير هي هذه بتلخص لنا الكلام كله نشوف مثال على السريع هذا الكلام بقول شوف السيريز هذا اللي عندنا 5 على 5 ان ناقص 1 وان بتساوي من 1 لما لا نهايه هذا طبعا مباشره بروح بسميه الاي ان صح بدي اشوف لي يا سي ان يا دي ان طبعا التسميه مش ملزقه فينا القصد بدي ادور لي على متسلسله ثانيه ربما يكون حدودها اكبر وربما يكون حدودها اصغر احنا حسب ما يطلع معنا اذا اكبر لها شروط واذا اصغر لها شروط فانا ايش بدي اروح اعمل بدي اخذ الاي ان اللي هي 5 على 5 ان ناقص 1 اقعد اطلع منها حاجه استخلص قسم على 5 في الاول هذه بتساوي 1 على ان ناقص 1 على 5 صح الان لما الان بتكبر بشكل كبير طبعا انت تقول لما لا نهايه يعني لو حطيت ان بواحد ناقص 2 من 10 طب لو حطيت ان ب10 ناقص 2 من 10 مش هتفرق كثير هتصير 9.8 من 10 واحد على 9.8 مش هيفرق واحد على 9.8 مش هتكون بعيد كثير عن 1 على 10 صح ولا لا وبالتالي الخمس مش هتاثر عندي كثير تصوري لما ان ب100 تصوري لما ان بمليون واطرح منها خمس وبالتالي الخمس هذا لا يؤثر من الآخر لما تيجي تفصل متسلسلة قشبر الأرقام طيريهن شليهن على طول وبالتالي يعني لو كان عندي
ان زائد 2 على ان تربيع ناقص زائد 3 ان ناقص 5. بقول هذه لما ان تكبر كثير تتصرف كانها ان على ان تربيع زائد 3 ان، وانسي الارقام على طول مباشره. وهذه لما بدي ابسطها قسم على ان، مثلا قسم على ان ايش بده يصير؟ 1 على ان زائد 3، قسم الثلاثه بتصير 1 على ان. فبقدر استخلص منها متتاليات او متسلسلات او حد عام. شايف بقول لكم بندور على الاي ان والسي ان اللي ساعدنا في الحل. حلو الكلام. هذه اللي طنش الخمسه بدنا نقول هنا از ان جوز تو انفينيتي بيهيفز، من بيهيفير اللي هو السلوك، بيهيفز از ايش؟ 1 على ان، صح ولا لا؟ هذه حتصير كأنها 1 على ان. يبقى أنا الآن اللي أنا جبتها هي الواحد على ان. الآن الواحد على ان بالنسبة لهذه بقدر، هذه أكبر ولا أصغر الواحد على ان؟ قارن هذه هذه، خذ بالكم هذه هذه، قارن هذه مع هذه، كل ما زغر المقام تكبر، كل ما زغر المقام تكبر. يبقى هذه أكبر من هذه، صح؟ يبقى الآن أنا بعد ما بخلص فهمت الفكرة هذه اللي أنا حكيتها. يفترض ما علينا الآن بدي أقول أنا خذ الـ AN هي الخمسة على خمسة N ناقص واحد، وخذي الـ BN أو الـ CN اللي بدك إياه. الـ BN مثلاً بتسوي لنا واحد على N. واضح إنه الـ BN أصغر من الـ AN، صح؟ طيب أنا بعرف إنه مجموع البي ان او المتسلسل اللي هي بتساوي لنا واحد على ان دايفيرج، صح ولا لا؟ هاد دايفيرج ولا مش دايفيرج؟ هذه قاعده تبعت على الانتجرال تيست، واحد على اكس، صح؟ فاذا كانت الصغيره دايفيرجنت يبقى في الكبير دايفيرجنت مباشره. هاي ثمانية سبعة للتكاملات، للتكامل هذا احنا سيريز، تمام؟ نحكي على السيريز بعدين. ما عنديش واحد زيها، ما عنديش انا اللي بستنتج اللي هي الحد اللي بيطلع عندي، تمام؟ اوكي، اذا الصغير دايفيرج يبقى الكبير دايفيرجنت. ناخذ واحده ثانيه كمان مثال. بتعطس ولا بتضحك هذه؟ سمعت صوتها. طيب لو اخذنا الـ AN هي 1 على N تربيع زائد 30. طيب انا بعرف 1 على N تربيع، صح؟ هذا اكبر ولا اصغر؟ كل ما كبر المقام بصغر يبقى هذا اكبر، صح؟ الحين الاكبر هذه عارفين الكونفرجنت ولا دايفرجنت؟ وهذا اللي انا بحذركم منه، هذا حد، هذا مش متسلسله. اللي يحكم عليه بالتقارب او بالتباعد التكامل من الى السيجما للاي ان هي اللي بقول كونفرجنت. بس المهم احنا عارفين الحكم، انا عارف قصدكم، وانا بدي بس عشان لما نيجي نعبر هذا في المخ، صح؟ لما اجي اعبر بدي اقول له بما ان مجموع واحد على ان تربيع كونفيرج. طب كيف كونفيرج هذه؟ بالانتجرال تيست، صح؟ يبقى انا المفروض اخذ هذا عشقه واشتغل فيها على الانتجرال تيست. بنريحكم من هذا الكلام، اعملنا قاعده على هذا الكلام بتريح وبتقول كالتالي. هذا رقم 6، رقم 7 مش مكتوب الرول، بس هذه الرول في نهاية 10-3، بس ناس أقول لكم إياها، أنا كل فكرة بدي أقولها أنا مش مشكلة. في عنا رول بتقول كالتالي، هذه الرول تلاقوها في نهاية 10 في قبل 10-4 على طول. رول بتقول السيريز أو أيوة بالضبط، هو البي سيريز أن بي وأن من واحد لما النهاية كونفيرج وقت ايش هذا؟ في
أو فور بمشي الحال ب أكبر من واحد and diverge فور ب أصغر أو تساوي الواحد. يبقى هذه على البي رول على طول، هذه converge بقول له البي بتساوي 2 أكبر من واحد. إذا كان الكبير converge، إذا الصغير converge، بقول إذا by comparison test أو direct comparison test بيمشي الحال. إذا هذه واحد على أن تربيع زائد 30 converge. الله يعافيك، ولسه احنا هذا 10-4 في عندنا 10-5 احنا المفروض بكره نبدا في الباور سيريز، بدناش نتاخر كثير. في عندنا معلش ناخذنا كمان شويه ها، في عندنا حاجه اسمها في سيكشن 10-5 في الريشيو تيست، ريشيو اللي هي النسبه، وفي الروت تيست او الانث روت تيست، تقرا ريشيو مش ريتيو زي ما واحد من الطلاب امبارح بيقراها، ومنها كلمه ريشنال نسبي مظبوط، وايريشنال الغير نسبي زي ريجولر وايريجولر مظبوط. اوكي سيكشن 10-5 بيحكي لنا على الريشيو تيست اللي هو اختبار النسبه. ما قلناهوش؟ لا معقول مش كاتب؟ طيب الليمت كومبارزون تيست، الليمت كومبارزون تيست، الليمت كومبارزون تيست. بعدين نرجع ل 10-5 امرنا الى الله، والله ما نعرف كيف بدنا نجيب هنا دول، فيش وقت ضايل ها؟ لا بنكمل الربع ساعه اللي ضايل، بنكملها عشان ما نضطرش ناخذ محاضرة لحاجات هيك مقدمة للدرس الجديد إن شاء الله. ليميت كومبارزون تيست إيش بقول؟ بقول لو كانت عندي الـ AN أكبر من صفر والـ BN أكبر من صفر، لكل N أكبر أو تساوي N تنتمي إلى Z بوزيتيف، يعني حدودهن موجبة، عندي متسلسلتين جميع حدودهن موجبة. على الاقل بعد حد معين، بعد حد معين بتصير حدودهن موجبه. الان النظريه بتقول لي اذا كان ليميت اي ان على بي ان لما ان تؤول لما لا نهايه يساوي سي، وهذا العدد اكبر من صفر، يبقى الاي ان والبي ان بوث كونفيرج اور بوث دايفيرج. تمام هذه واحد. اثنين اذا كان ليميت الاي ان على البي ان بيساوي صفر لما ان تؤول لما لا نهايه. طيب عشان نربطهم في معلوماتنا القديمه برضو، انا الان بتعامل مع حدود فيهن ان صح، وان تؤول الى ما لا نهايه. على معلوماتنا لما يكون درجه البسط نفس درجه المقام نأخذ معامل على معامل بيطلع الجواب عندي عدد، وبالتالي إذا كان عدد إذا درجة البسط نفس درجة المقام، إذا تنتين نفس الحكم. الآن لما تكون الليمت صفر مع درجة البسط أقل من درجة المقام صح، يبقى هان خلينا نعتبر إنه درجة المقام أكبر، فإحنا نأخذها من التسمية هذه عشان أحفظ القاعدة. يبقى البي أن هي الأكبر بدها تكون، فالأكبر إذا كان الأكبر كونفيرج يكون اصغر دايفرج. يبقى هنا بقول اذا كان ليميت بيساوي صفر اند مين الاكبر هان؟ اند البي ان كونفيرج ذن الاي ان كونفيرج صح؟ غير هيك ما بقدرش احكم، يعني لو كانت دايفرج ماليش فيها اوكي؟ او لو كانت الاي ان دايفرج يبقى هذه دايفرج، اذا الصغير دايفرج فهذه كبيره. لكن احنا خلينا زي ما بقولكم دائما في النظريه احنا كل تركيزنا على الاي ان، البقيات مساعدات عشان احكم على الاي ان. تمام عشان هيك انا في الاخر بدي الاي ان. طبعا هان انا بقول لي بوث كونفيرج عشان احكم على هذا كونفيرج ولا دايفيرج. رقم ثلاثة، لو كان الليمت للاي ان على البي ان تساوي ما لا نهايه وانت اقول منها، يبقى الاي ان اكبر من البي ان، يبقى هذا الصغير، يبقى اذا الصغير دايفيرج فالكبير دايفيرج صح. يبقى نقول هذه اذا ليميت ما لا نهايه اند
ال بي ان دايفيرج ذن ال اي ان دايفيرج. تمام، هذا هو الليميت كومبارزن تيست، مقارنه مع واحده ثانيه لكن في عن طريق الليميت. بناخذ حد عام وبنعمل هاي مثال، بقول لي خذ 2 ان زائد 1 على ان زائد 1 الكل تربيع، وان بتساوي طبعا من 1 الى ما لا نهايه. لو اخذنا الاي ان ايش حتساوي عندي؟ 2 ان زائد 1 على ان تربيع زائد 2 ان زائد 1. هذه لما ان تكبر ايش بتصير؟ قلنا نغير الوحدات. انا عندي الاي ان بدي ادبر حاجه اسمها بي ان عشان اقدر اقارنها معها، فبدنا نطير الارقام في الاول. هتصير عندي 2 ان على ان تربيع زائد 2 ان قسم على ان، صار عندي 2 على ان زائد 2 اللي بدها تصير 2 على ان، او بدها تصير 1 على. خذي الوقت انت لو وصلت لهان خلاص وصلنا، 2 على ان هي 1 على ان، مفيش مشكله. فانا بدي اخذ بنقول له هنا لت بي ان بتساوي 1 على. تمام، الان هان ما بلزمنيش اقارن مين اكبر ومين اصغر لان بشتغل على الليمت. صح، على الليمت بدي يلزم مين اكبر ومين اصغر. لا خلص، انا هان هالحين هذه عندي كونفرجنت ولا دايفرجنت؟ دايفرجنت. اذا بي ان دايفرجنت، هاي اذا البي ان دايفرجنت لازم يطلع الليمت مثلا ما لا نهايه. اول نشوف الان بدي اخذ على الليمت كومبارزون تيست. الان الليمت اي ان على بي ان لما ان تؤول الى ما لا نهايه، بده يساوي ليمت لما ان تؤول الى ما لا نهايه. الاي ان 2 ان زائد 1 على ان تربيع زائد 2 ان زائد 1، صح؟ ضرب ان، حيصير ليمت 2 ان تربيع زائد ان على ان تربيع، بين زي الاتش معلش بهمش، ان تربيع زائد 2 ان زائد 1، وانت قول منها ايش بيطلع الجواب؟ 2 اكبر من 0 ولا لا؟ اذا both converge or both diverge. وحيث ان البي ان مجموع تبعها دايفيرج، اذا الثاني بتكون دايفيرج. واضح؟ هذا على الليمت كومبارزن تيست. طيب ناخذ معلش الريشو تيست والروت تيست، مثال بسيط، ناخذ القاعده والمثال وخلاص، لانه الريشو تيست مهم جدا في سيكشن 10-7 ان شاء الله، هي اللي حنستخدمها على الاغلب. قول الحمد لله ان انا مش هطلبه منكم هذا الكلام، كل السكاشن هذه يعني كان هن ونظريات والامثله والتمارين كله بده ينطلب، فاحنا بدنا ناخذ فكره بس مش اكثر. لا ولا حاجه، ولا حاجه جاي منها في الامتحان، بس ناخذ التست نفهم التست. لما لقدام او المحاضره الجايه اقول لكم حنستخدم الريشيو تست، تفهم ايش يعني قصدي في الريشيو وكيف تنعمل. تمام، هذا اللي بدنا نحكيه الان. سكشن 10-5 بحكي لي على بداية هذا ما بحكيش خالص، هذا القلم مالك. طيب الريشيو تيست بيقول كالتالي، في عندي الريشيو تيست وعندنا الروت تيست. النظرية بتقول فتحت الكتاب انتوا على عليها 10-5. تمام، الريش تست بقولنا لتكن ال A N B A series with positive terms، حدودها كلها موجبة. And suppose that، افترض انه A N زائد 1 على A N، يعني الحد على اللي قبله، يعني الحد الثاني على الأول، الخامس على الرابع وهكذا. طبعا احنا بناخذها بصورة عامة، لو جبت النسبة هذه وكانت الليمت لما ان تقول لما لا نهايه تساوي رو، عارفين الرو هذه باللاتين مش بي، هذه رو. الان عندي ثلاث حالات، اذا كانت الرو اقل من 1 ايش بكون عندي؟ كونفيرج. اذا الرو اكبر من 1، اذا تساوي 1 انكونكلوسيف، يعني يفشل الاختبار، بقدرش احكم. تمام، بيفشل الاختبار، بدور لي على اختبار ثاني.
يبقى إذا رو أقل من واحد يبقى الـ AN converges. إذا الرو أكبر من واحد زي الـ B رو صح؟ زي الـ B. إذا الرو أكبر من واحد or infinite or infinite يبقى implies إنه الـ AN diverges. إذا الرو بتساوي واحد بكون فيلز مظبوط؟ يس. مثال بسيط عليها 2 to the n زائد 5 على 3 أس n. شوف هذه convergent ولا divergent باستخدام الريشيو تيست. طبعا هنا عندي الـ AN هي 2 أس n زائد 5 على 3 أس n. يبقى هيكون الـ AN زائد 1 إيش هتساوي؟ أستبدل كل n بn زائد 1. 2 أس n زائد 1 زائد 5 على 3 أس n زائد 1. تمام؟ أنا بديش أغير الإندكس تبع السيجما أقول أجمع وأطرح. لا هن. فأنا الآن بدي آخذ الـ AN زائد 1 على الـ AN. بدي أبسطها بس وبعدين باخذ الليمت. بدها تكون عندي عبارة عن 2 أس n زائد 1 زائد 5 على 3 أس n زائد 1 ضرب على طول 3 أس n على 2 أس n زائد 5 صحيح؟ طيب هذه عبارة عن 2 أس n زائد 1 زائد 5 على 3 في 3 أس n صح؟ لأنه في الضرب تجمع الأسس مش هذا أس 1 بتصير زي هيك ضرب 3 أس n على 2 أس n زائد 5 هذه مع هذه بتروح ايش بصفى عندي؟ هذا البسط على البسط والثلث برا بقدر اقول عباره عن ثلث في 2 اس ان زائد 1 زائد 5 على 2 اس ان زائد 5 ممكن اعتبر هذا 2 في 2 اس ان برضه ممكن بدي الان خلصنا هاي اخر تبسيط عندي بدي اجيب الليمت الان ليمت اي ان زائد 1 على اي ان لما ان تقول لما النهاية بده يساوي ثلث في ليمت 2 أس n زائد 1 زائد 5 على 2 أس n زائد 5 زي ما قلنا ممكن نقول هذه 2 في 2 أس n مش بينفع؟ الآن بدي أقسم البسط والمقام على 2 أس n أعطيناكم قاعدة أعطيناكم مثال في نهاية سيكشن قلت لكم أسئلة 4 زائد 3 أس n ليمت مش عارف وين هذه أعطيكم قاعدة عليها وين هذه القاعدة وهات اللي تذكرها في نهاية آخر مثال آخر سؤال في التمارين ما فيش عليه الأمثلة خالص كان أيوة نص الصفحة بأبيض كان أيوة قلت لكم بس وعليها وأعطيتكم قاعدة عليها مظبوط فبنقسم على أكبر على هنا أنت أقول لموجب ما لنهاية مش لسالب على أكبر عدد أكبر عدد مرفوع للأس أن وفيش إلا اثنين فبقسم كله على اثنين أس أن فحتصير عندي هاي الثلث بالضبط عشان هيك بنكون موجب لما أن تقول لما لا نهاية بصير عندي اثنين زائد خمسة على اثنين أس أن زائد هنا واحد زائد خمسة على اثنين أس أن طبعا هذه صفر خمسة على ما لا نهاية بتصير ثلث في اثنين زائد صفر على واحد زائد صفر بيطلع 2 على 3 أقل من 1 ولا أكبر؟ يبقى إذا الريشيو أقل من 1 يبقى كونفيرج يبقى هذا السيريز هاي الريشيو تست لو طلع يساوي 1 بفشل الاختبار لو طلع 3 على 2 تكون دايفيرجن أكبر من 1 دايفيرجن تمام؟ هذه الريشيو تست في الروت تست بدي أخذ الحد النوني وأخذ له الجذر النوني وأخذ الليمت لما أن تقول لما لا نهاية نفس القاعدة هذه نفس القاعدة اللي احنا بنسميه الأنف روت تيست الليمت للاي ان اخذ لها الاس او الجذر النوني وان تقول الى ما لا نهايه على فرض هذا بيساوي رو نفس الكلام نفس الكلام بس انا اللي ذكر قلت لكم ارجعوا ل 10 1 في عندنا نظريه بتقول او في النظريه اللي رجعتكم عليها قبل شويه
الجذر النوني للان لما انت او لما لا نهايه بتساوي واحد صح؟ هذه واحدة منهم عشان هيك انا رجعتكم اليها صفحة قديش كانت؟ 85 اظني صفحة 85 فعشرة واحد 85 85 ايوه ليميت الجذر النوني للان لما انت او لما نهايه بتساوي واحد تمام؟ فهنا بيقول لي خذ الليمت للجذر النوني للحد النوني بيطلع عندك عدد قارن العدد اذا اقل من واحد كونفيرج اكبر من واحد دايفيرج اذا يساوي واحد يفشل الاختبار ناخذ لنا سؤال بس بسيط هيك على السريع ونكون خلصنا 10 5 و10 6 ما قلتوش عند الطلاب فبديش اقوله عندكم او ممكن نطنشوا خالص احنا بطنش كلامك انت عشان هيك انا بدي اكمل احنا في 10 5 وين رايح 10 5 بدنا ناخذ مثال 3 انسوا مثال 2 بدنا ناخذ حاجه بسيطه احنا اللي تعطينا الفكره بس مش اكثر بدي اخذ مثلا عندي السيريز هذه بقول لي احكم لي عليها ان تربيع على 2 اس ان لما ان من 1 لما لا نهايه هل هذه كونفيرجز ولا دايفيرجز هذه السيريز هذه كونفيرجز ولا دايفيرجز بدي اخذ الاي ان هي ان تربيع على 2 اس ان بدي اخذ ليميت الجذر النوني للاي ان لما ان تؤول الى ما لا نهايه بيساوي الليميت لما ان تؤول الى ما لا نهايه للجذر النوني ليش هالقد ليش هالقد طيب الجذر ده وزعوا التنتين 2 اس ان تحت الجذر النوني بيطلع 2 المفروض ولا لا صح ده بيقول 2 تربيع تحت الجذر التربيعي اصلا 2 اس ان كل اس 1 على ان وبضرب 1 على ان في ان بيطلع 1 صح فبتطلع 2 فهذه بيطلع عندي تحت 2 وهنا الجذر النوني لان تربيع صحيح طيب هذا الاثنين انتهت بقدر اطلعها نص برا في ليميت مين الجذر النوني لان تربيع طب ما الان تربيع ان في ان والجذر بتوزع في الضرب صح بتصير عباره عن نص طبعا انت اقول لما لا نهايه تسامحوني فيها هذه لان انا بدق عليها طيب بتوزع الجذر النوني لان في الجذر النوني لان طب والليمت مش بتوزع في الضرب تصير ليمت الاول في ليمت الثاني من النظريه تبعت 10 واحد هذه واحد وهذه واحد في نص بيطلع نص اقل من واحد عرو اقل من واحد يبقى كونفيرجنت يبقى هذه كونفيرجنت